أحسنتم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، وبعد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسرني أن ألتقي هذه الوجوه الكريمة من رؤساء وشيوخ ووجهاء العشائر وأبناء المجتمع البصري الكرام، وهم يشكلون هذا النسيج المتماثل المتكامل فيما بينهم، والذي يعبر عن العراق في وحدته ومكوناته. البصرة أيها الإخوة، لا يغيب عني ولا عنكم أنها إضافة لكونها ثغر العراق فهي ثروة العراق، وإضافة لكونها هكذا فهي التي كانت رأس الحربة على طول الخط في مواجهة الطامعين والغازين، ولذلك كانت هي ساحة حرب على طول التاريخ، ودفع أهلها ثمنا باهظا نتيجة المواقف التي كانوا يقفونها. اليوم أيها الإخوة، وبعد أن تحقق لنا الكثير بحمد الله بعودة بلدنا وسيادته واستقراره ووحدته، لا يعني بأننا قد عبرنا بالكامل إلى شاطئ الأمن والاستقرار والنجاة ببلدنا من التحديات التي يتعرض لها. لا تزال الكثير والكثير من الأمور التي تحتاج إلى رص للصفوف ووحدة في الكلمة والمواقف الواعية الشجاعة، لأنكم تدركون ماذا يحدث في العالم وفي المنطقة من تغيرات ورياح وأفكار، إن لم تكن جبهتنا قوية متماسكة فسوف نفرط بالعراق ووحدته وبمكوناته. وبعد أن نجحنا بإيجاد المصالحة الوطنية والتعاون والإلفة والمحبة بين أبناء الشعب العراقي بغض النظر عن انتمائهم المذهبي والقومي والديني، هذه الصورة الجميلة التي حققناها ينبغي أن نحافظ عليها حتى لا تهتز أمام التحديات التي لا تزال تعصف بالمنطقة، وإذا كانت قد عصفت ببعض الدول فستعصف بدول أخرى. ولكن العراق بإذن الله بوحدة أبنائه، برجاله، بشيوخ العشائر، بأدبائه ومفكريه ومثقفيه، سيقف صفا واحدا متماسكا صلبا، لأننا قد تجاوزنا كل هذه التحديات. إذا كانت بعض الدول في المنطقة تتعرض لرياح التغيير والمطالبات الشعبية بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان والشراكة في الحكم والسماع لرأيها، فإن هذا قد تحقق في العراق. الحمد لله، لم يعد في العراق انقلاب عسكري ولا دبابات على ظهورها يأتي من يسطو على السلطة، إنما هي إرادة الشعب وعبر صناديق الانتخاب. إنها الحرية التي نتمتع بها جميعا وفي مختلف المواقع، إنها الديمقراطية التي تعبر عن رأي الشعب بأكثريته وغالبيته عبر صناديق الانتخابات. اليوم، ولأن الشراكة الحقيقية التي ينبغي أن نتحقق عليها هي شراكة المواطن مع الحاكم ورقابة المجتمع والشعب على المتصدي لمواقع المسؤولية، يوم لم يكن أحد يستطيع أن يؤشر بإصبعه على الحاكم بالنقد أو الإشارة إلى السلبية، اليوم من حق الناس أن يتظاهروا عليه، بل ويكشفوا كل السيئات إن كانت موجودة عند الحاكم مهما كان موقعه. هذه هي أجواء المسؤولية، وكلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، قد تحققت والحمد لله. لذلك العراق مع وعي أبنائه على خطورة المرحلة يمتلك القدرة الكافية على مواجهة التحديات. وإذا أردنا أن نتحدث عن الدولة، لابد لكل دولة تريد أن تنهض، ونحن رفعنا لافتة بناء الدولة العراقية في مرحلة ما بعد الانسحاب، وفي مرحلة ما بعد الاستقرار، وفي مرحلة ما بعد الوعي الذي عليه المواطن العراقي في مختلف شرائحه وانتماءاته، لابد أن تتوفر مجموعة خصائص وأركان أساسية لبناء الدولة
وهذه لا تعتمد على رئيس الدولة ولا رئيس الوزراء ولا الوزير ولا، إنما كل إنسان من موقعه مسؤول ومساهم وشريك وحسب موقعه وحسب قدراته. لا بد من أمن مستقر، وقد عملتم جميعا والحمد لله، وأنا شاهد على ما قامت به عشائر البصرة في البصرة يوم كانت الأوضاع الأمنية غير مستقرة، وكيف كانوا شركاء حتى في شوارع المواجهة، وكيف كانوا في مختلف المحافظات، وكيف بدأت عملية ملاحقة القاعدة من عشائر الأنبار، وكيف اصطفت معها العشائر في بغداد، وهذا مسجل في سجل العراق ليؤكد التاريخ أن العراقيين إذا ما واجهوا أزمة التحموا مع بعضهم. اليوم نحن أيضا بعد أن تستقر الأمن لا تزال هناك ذيول للذين يريدون أن يعبثوا بالأمن مجددا. أجهزتنا الأمنية، قواتنا من الجيش والشرطة ورجال الأمن، بارك الله فيهم وفي جهودهم، أيديهم على الزناد وعقولهم مفتوحة، يلاحقون كل من يريد أن يعبث بأمن البلاد، لأن لا دولة ولا بناء ولا إعمار ولا استقرار ولا راحة بال لمواطن إذا كان الأمن مرتبكا. لذلك أنا أشد على أيدي رجال الأمن على اعتبارهم رأس النفيضة في مواجهة الإرهاب، كما أشد على يدي شيوخي ورؤساء ووجهاء القبائل والعشائر أن يبقوا دائما إلى جنب أبنائهم من القوات المسلحة وأجهزة الأمن لحماية الأمن والاستقرار وتطويره. نحن بعد لم ننتهي من استكمال عملية تصفية كل ذيول الإرهابيين، ولكن مع بقاء هذه الرؤية والهمة والتعاون والتماسك سنصل إلى هذه المرحلة. بالأمن المستقر سننتقل إلى العمود الثاني وهو الوضع السياسي المستقر. الدولة لا يمكن أن تنهض في تنفيذ برامجها وفي مهمة الإعمار والبناء إن لم يكن هناك استقرار سياسي أيضا. ولعل من المؤسف أن نرى الكثير مما يؤلمنا بالوقت الذي ينبغي أن تكون كل الجهود منصبة على عملية البناء، وكل من موقعه من السياسيين أن يكون داعما لجهد الدولة في توفير أفضل حالات الإعمار والبناء والحاجات والخدمات للمواطن، لكن الاستقرار السياسي لا يزال يحتاج إلى مزيد من الوعي والمراقبة والاهتمام. هذه الاهتزازات التي نراها يوميا، هذه التصريحات، هذه الممارسات، وأخطر من كل شيء حينما يتحول البعض إلى معبر عن إرادة الغير. لا استقرار في البلد سياسيا إن لم يكن القرار عراقي المنشأ والموطن والمنطلق، وإذا ما كان القرار متأثرا أو مجاملا أو معبرا أو امتدادا لأي قرار عبر الحدود سوف لن يكون استقرار سياسي. وعلى عدم الاستقرار السياسي يتشكل عدم الاستقرار الأمني وعدم البناء وعدم الإعمار، لأننا سنتحول إلى كتل متناقضة، كل منا يعبر عن وجهة نظر دولة من الدول. ولماذا يكون العراقيون يعبرون عن وجهة نظر الآخرين؟ هل يسمح الآخرون في بلدانهم أن يعبروا عن وجهة نظرنا؟ نحن نحترم الجميع، نريد علاقات صداقة مع الجميع وبالذات مع دول الجوار، لأن لنا مصالح معهم ولهم مصالح معنا، ولنا معهم ارتباطات ولهم ارتباطات معنا، ولا يمكن لدولة أن تعيش معزولة عن محيطها. نرحب بكل العلاقات وبكل دول العالم، لكن على أساس العلاقات المتوازنة المتكافئة، وعلى أساس المصالح المشتركة، وعلى أساس عدم التدخل بالشؤون الداخلية. لكن هذا ما نريده منهم، ولكن الذي نتحدث عنه هو أن لا أحد يستطيع أن يخترق نسيجنا إن لم نكن نحن نفرش له السجاد الأحمر ونفتح له الأبواب. فلنغلق هذه الأبواب، نسكر هذه الشبابيك، نفتح أبواب العلاقات والصداقة ونغلق أبواب التدخل التي لن تأتي بخير للعراق أبدا. لا تتوقع تدخلا من أي دولة كانت في شأننا الداخلي سوف يأتي لنا باستقرار. ولاحظوا أنتم هذه الموجة من التدخلات والحديث بالنيابة
وكأن العراق تابع لهذه الدولة أو تلك الدولة. نريد استقرارا سياسيا، والاستقرار لا يكون إلا بالوعي وإلا بالتمسك بالوحدة الوطنية والتمسك بالضوابط الوطنية وعدم السماح للآخرين أن يربكوا صفوفنا. نحتاج إلى الأيدي الكفوءة والمخلصة، لأن البلد لا يبنى بالدعاء ولا يبنى بالتمنيات ولا يبنى بالتنظير فقط. التنظير ضرورة، لأن كل شيء ينطلق تسبقه نظرية ويسبقه فكر، ولكننا نبحث عن الأيدي المخلصة الأمينة النظيفة الكفوءة في مواقع التنفيذ والإدارة في الدولة، لأننا كما عانينا من الإرهاب عانينا من الفساد وعانينا من عدم الكفاءة حينما لا نضع الشخص المناسب في المكان المناسب. حينما مشت الأمور وإذا كانت هناك ضرورة أن تمشي باتجاه المحاصصة لكنها يراد لها أن تكون هي السنة وهي القاعدة التي يبقى عليها العراق وهي مدخل الضرر على مواطن الإدارة والمسؤولية، لأن المحاصصة تأتينا بعدم الكفؤين وتأتينا بالذين لا يملكون الخبرة، بل وتأتينا بالمفسدين أحيانا. لكن كانت ضرورة وينبغي أن تنتهي هذه الضرورة لنأتي بالمخلصين من أبناء العراق حينما نريد وزيرا أو محافظا أو مديرا أو موظفا. لا ينبغي أن نسأل عن خلفيته، أهو سني أم شيعي، عربي أم كردي، تركماني مسيحي صابئي، هذه ليست من شأن عملية البناء. إذا كانت قد فرضت نفسها وقبلنا بها فترة ينبغي أن لا نقبل بها، إنما نعتمد القاعدة الأساس في اختيار الذين يقومون بالمهمة والوظيفة العامة. ولاحظوا من خلال التجربة حينما كان الاختيار سليما وصحيحا لبعض مواقع المسؤولية كيف انطلقت عملية البناء، كيف تحركت، وعندما كانت مواقع المسؤولية قد أعطيت لغير الكفؤين أو المخلصين كيف تعثرت وتحولت إلى عقدة في مسار عملية البناء والإعمار. والأساس الرابع في إنجاح عملية بناء الدولة، نحن نتحدث اليوم عن بناء الدولة التي هي الحاضن الأكبر لكل أبنائها ومدنها ومحافظاتها، هو التعاون بين شرائح المجتمع. وإذا أراد من لا يريد للعراق خيرا، وأنا أقول لكم بصراحة مع الأسف الشديد هذا العراق المحب لإخوانه وأشقائه وجيرانه مع الأسف الشديد لا يبادل بنفس المحبة وبنفس المشاعر. يخشون العراق، يخافونه، لماذا لا ندري. نقول نريد علاقات طيبة، لكن حينما يصرون على الخوف من العراق ربما من حقهم، لأن العراق يملك هذه الوجوه والقدرات والطاقات والكفاءات المادية والمعنوية والبشرية والرجال، لكن هؤلاء لا يخيفون أحدا، إنما يريدون أن يتمسكوا بوطنهم. ولكن ما يحدث من عمليات اختراق لشرائح المجتمع ومكوناته على خلفيات الامتداد هي التي تجعل هذه الطاقة البشرية والكفاءات والعقول بدل أن تتجه باتجاه منسجم متعاون للبناء تنتقل إلى مرحلة التناحر. هو هذا المطلوب، أن يتناحر العراقيون فيما بينهم حتى تتوقف عملية النمو والبناء والإعمار وعودة العراق القوي المتين المتماسك إلى موقعه الطبيعي. وقطعا نريد له موقعا طبيعيا لا على أساس أن نتدخل في شؤون الآخرين. لقد عشنا في زمن النظام المقبور عقلية واستراتيجية التدخل في شؤون الدول الأخرى وفي شؤون الأقليات والقوميات والمكونات الأخرى، كنا ندخل على هذا المكون في هذا البلد لإثارته على المكون الآخر. هذه كانت السياسة العامة التي كانت هي المنطلق الذي ننطلق منه، ولكن هذه السياسة انتهت بالنسبة للعراق. ولا نريد أن نتدخل بشؤون الآخرين بعد، إنما نريد أن نبني بلدنا على أساس الأخوة والكفاءة والتكافؤ بين أبنائه وأن نتعاون مع الآخرين. إذا كانوا يحملون على العراق صورة نظام
صدام، فانتهى صدام وانتهى نظامه وانتهت تلك العقلية التي تريد أن تمتد على هذه الدولة وتشن حربا على هذه الدولة وتغزو هذه الدولة وتتآمر على الدولة الفلانية ومحاولة انقلابات، هذه انتهت بالنسبة لنا. كما نريد لأنفسنا، لبلدنا، لشعبنا أن يعيش موحدا بعيدا عن الاهتزازات، نريد لشعوب الدنيا أن تعيش هكذا، سيما شعوب المنطقة التي نحن منها، البلدان العربية والإسلامية التي هم شركاء لنا في منظومة الأمن والاستقرار التي ينبغي أن تعيش عليها المنطقة. فإذا عملية الإعمار ينبغي أن تتم بين تعاون المكونات، ولا تتعاون المكونات إلا إذا شعر الجميع أنهم أمام الدولة والقانون والمصلحة واحد. لا ينبغي أن نطلب من مكونات وشرائح المجتمع أن تتعاون وتتضافر في الأمن والبناء والإعمار ولكننا نميز بينهم على أساس كما كان موجود أليف وباء، هذا مواطن من الدرجة الممتازة وهذا مواطن من الدرجة الأخرى، هذا يضطهد ويعذب على عنوانه واسمه وانتمائه وذاك يمجد، هذه السياسة الخرقاء الحمقاء التي جاءت بكل البلاء على العراق. لماذا سقطت الدولة العراقية؟ لماذا تم الاحتلال للدولة العراقية؟ لماذا حصل الإرهاب ودخل الإرهابيون إلى العراق لكي يبنوا دولة مشوهة؟ لو لم تكن السياسة السابقة التي مارسها النظام المقبور وعليه إن كنا ننقدها اليوم ينبغي أن لا نعود إليها أبدا، وإنما ما أرجوه وأطلبه وأتعامل به أن من يميز بين العراقيين يرتكب جريمة كبيرة. من يميز بين مكون ومكون فهو ليس حريصا على وحدة العراق لا بشعبه ولا بأرضه. وإذا أردنا عراقا موحدا ونحن نصر على أن يبقى العراق موحد ولا أن تبقى وحدته الوطنية، إذا أردناها أن تبقى ينبغي أن نشيع الأمن والعدالة والمساواة بين أبنائه، لأن من لا يشعر بالعدل والأمن في بلده من حقه أن يفكر كيف يتخلص من هذا الظلم الذي يعيش فيه. نريده موحدا ينبغي أن نعمره بالعدالة والمساواة وفتح الفرص أمام الآخرين. ربما يقول البعض هذه أمنيات، قد تكون في تصور البعض لأنه لا يزال يحمل في داخله في ذاته في عقله في تفكيره خلفية موروثة من النظام السابق، لكنها ممكنة ويجب أن تكون، وإن لم تكن فلا أمن ولا استقرار ولا بناء ولا عراق موحد، لأن الناس لن تقبل أن تكون من الدرجة الثانية وهم في بلدهم. هذا العراق ملك لكل العراقيين على السواء، لا فرق بين سيد، ليس فينا سيد وعبد، كلنا أبناء العراق واحد وكل من موقعه يحمل هذا الهم. اليوم في هذه المبادرة التي جئنا فيها مع مجموعة من أخواننا السادة الوزراء والنواب والمستشارين، وغدا سيكون انعقاد جلسة مجلس الوزراء هنا في البصرة، غدا يأتي الأخوة الوزراء جميعا ليعقدوا جلسة مجلس الوزراء هنا، وهذه رسالة فيها إشعار من الحكومة لكل المحافظات أن الحكومة لن تتخلى عن دورها ومسؤولياتها في دعم الحكومات المحلية ومنحها الفرص الكافية للنجاح والوقوف على مشاكلها ومعالجتها بالشكل الذي يطلق يد الإعمار والبناء، ولكن حسب الممكن، لا أتحدث عن الأمنيات ولكن أتحدث عن الضرورات في حل المشاكل والمعضلات. والبصرة إنما اخترناها كأول محافظة وليست الأخيرة، وإنما ستكون هذه سياسة نعتمدها، نعقد جلسات لمجلس الوزراء في كل محافظة من المحافظات لنقف على احتياجاتها على مشاكلها على تحدياتها وكيف نوفر لها الدعم والصلاحيات والممكنات التي تنهض بها. لكن البصرة أيها الأخوة لها خصوصيتها التي اقتضت أن تكون هي البداية وليس تمييزا على غيرها من المحافظات، وإنما لأنها ثروة العراق ولأنها تعيش حالة من الإعمار والبناء والشركات النفطية وشركات البناء، وهذه كلها مما يقتضي أن نقف على احتياجاتها وعلى ضروراتها وعلى تحدياتها، وأن نرى الحكومة المحلية هنا هل تعاني من مشكلات بسبب حركة الإعمار والبناء ووجود هذا الكم الكبير من الشركات التي دخلت. أنا أفرح حينما أسمع بأن الحكومة المحلية والسيد المحافظ قد أحال أكثر من 400 مشروع
كاملا، والعمل سيبدأ بها قريبا بإذن الله لحل مشكلات عويصة في مجال السكن وفي الإعمار وفي مجالات توفير الخدمات اللازمة للمواطنين. إذن هي سياسة أيضا حينما نتخذها من أجل أن نواجه أولئك الذين يمارسون دعوة للتقسيم تحت عناوين متعددة تحت عنوان الفيدرالية. نحن لا نعترض على الدستور، وقلنا وسنبقى نقول في كل مورد واجتماع نحن مع الدستور رغم ما لدينا من ملاحظات، ولا أعتقد أحد ليس له ملاحظة على الدستور، ولكن في المحصلة النهائية هو هذا الدستور الذي بين يدينا، وهو القيمة العليا التي نحتكم إليها ونتعامل على أساسها ونأخذ بها ونعطي على أساسها أيضا بالنسبة لمن هم شركاء في هذا الوطن. ولكن ألا يعتمد الدستور بمعنى ركننا إلى الفوضى وإلى الأمزجة وإلى المساومات وإلى أعطيني هنا وأعطيك هناك، وهذه لا تدوم أولا ولا ينتفع منها أحد، ولا تبني بلدا فيدرالي. نعم، نص دستوري موجود ونظام معمول به في دول العالم، ولكن ينبغي أولا أن يستوفى أو تستوفى كافة الضوابط والشروط القانونية لإقامته، ثانيا لننظر هل أن الظرف مواتن أم هي موضة وموضة أو هي إرادة خارجية أو هي عملية تعريض وحدة العراق في مرحلة حساسة وخطيرة إلى خطر. نقول نعم، دعونا نستقر، دعونا نؤسس للاستقرار ثم نأتي إلى الفيدرالية أو غير الفيدرالية في إطار الوحدة العراقية، لأننا نخشى من أن كلمة حق يراد بها باطل. هذا الذي نسمع أنا أضعه في خانة كلمة حق يراد بها باطل، لأنها ستنتهي إلى مصادمات ومواجهات وعملية تعريض للوحدة الوطنية حتى على مستوى المحافظة الواحدة، وهذا لا نريده أبدا. إنما نقول دعونا نستقر ثم ننطلق إلى عملية البناء. وإذا كانت الدولة الفلانية من مصلحتها أن يتقسم العراق فليس من مصلحتنا، وإذا كانوا ينظرون إلى هذه الأطروحة أنها بداية لتقسيم العراق، نحن نقول بإخلاص وبصدق لكل المواطنين لكل الحريصين على وحدة العراق أن اتركوها الآن واعملوا عليها غدا حينما يكون الاستقرار، حينما يكون الأمن، حينما تتم عملية الالتحام بين جميع أبناء الوطن الواحد لبناء العراق، لا في ظل الاهتزاز ولا في ظل ما تعرض له المنطقة الآن. المنطقة تتعرض لهجمة عنيفة تحتاج إلى وقفة قوية وجبهة متراصة متماسكة، وليس الآن تطرح القضايا التي نختلف عليها والتي لا نتفق فيها والتي قد تكون مادة للخلاف فيما بيننا، إنما نطرحها ونعمل عليها إذا اقتنع بها الشعب وجاءت وفق ضوابطها. ولكن دعونا نستقر أيضا حتى نستطيع أن نبني. وأنا هنا أؤكد على أن البصرة التي عانت كثيرا من الحروب والتي كانت ساحة حرب دائما قد تعرضت إلى الخراب، وواقعا حينما ننظر اليوم إلى البصرة وأحيائها من الطائرة نشعر بألم شديد، ولكن ما طمأنني هو قول السيد المحافظ بأن هذه المنطقة قد تم التعاقد على مجاريها وهذه على المياه، وهنا سيكون بناء وحدة سكنية، وهنا سيكون، أتمنى ونحن سنكون معكم داعمين لجهد هذه الحكومة لبلوغ مرحلة توفير الخدمات اللازمة والقضاء على هذه الصورة البائسة لمحافظة مهمة هي رئة العراق، هي قلب العراق، العراق من خلالها يتنفس. ولذلك الحرص على أمنها، الحرص على وحدة شعبها، الحرص على استقرارها، توفير الخدمات لها من الضرورات التي تؤثر هذه الأعمال على كل العراق. كل العراق يتأثر باستقرار البصرة، بوحدة أهلها، بإعمارها، ببنائها، بتوفير الخدمات اللازمة فيها. أنا أشكركم على إتاحة هذه الفرصة، وأختم كلامي بتأكيدي مرة أخرى وشكري لزعماء ورؤساء وشيوخ القبائل والعشائر العراقية على مواقفهم، وأقول لهم لا يزال العراق رغم كل التطور الذي أنتم شركاء فيه يحتاج إلى وقفة
مستمرة ممتدة، وإلى صبر ومصابرة ومرابطة وتحمل، لكن أنا مطمئن بأن النصر النهائي أكيد، وأن العراق سيخرج إن شاء الله من دوامة الخطر الذي لا يزال يلف كثيرا من دول المنطقة. أشكركم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.